والله مبادرتي فكرتها كانت بعنوان قيادات واعدة، طبعا من وعينا لمفاهيم التربية والقائمة على الشراكة بين الطلاب والهيئة التعليمية والتدريسية بالمدرسة. كان أنه دربنا البنات طوال العام الدراسي على تحمل بعض المهام في المدرسة من حيث المناوبة أو إعطاء حصص أو قيادة المدرسة، وطبقناه بشكل كامل، أنه سلمنا المدرسة بشكل كامل والهيئة التدريسية والإدارة وحتى الآذنات جلسنا كضيوف في المدرسة ما إلنا علاقة فيها، كان سلمنا المدرسة كاملة للطالبات، كان في مديرة، كان في نائبة، كان في سكرتيرة، كان في مرشدة تربوية، كان في آذنات يعني من الطالبات، كان في معلمات، وجميع مهام المعلمات من تدريس، من تربية صفوف، من مناوبة قامت بها هؤلاء الطالبات، وكان في يعني تقريبا نصف المدرسة اشترك في هذا العمل. طيب ست نايفة، لو تحدثنا عن أبرز نقاط القوة اللي ميزت مبادرتك عن غيرها من المبادرات، شو أبرز الإيجابيات ونقاط القوة اللي كانت موجودة في مبادرة حضرتك؟ أبرز الإيجابيات وجدتها في أنه وجدت الطالبات لديهن طاقة وقدرة على تحمل المسؤولية بعكس النظرة اللي كنا إحنا يعني ننظرها لهؤلاء الطالبات، يعني كان في مجال ومتسع للطالبات للإبداع اكتشفنا في هاي المبادرة، كان في تغير في الفكرة حول مهنة التعليم، يعني كان في صار أصبح في نظرة إيجابية لمهنة التعليم، صار في تقدير من الطالبات لمهام ومسؤولية المعلمة. وقديش حسيت أنه كان لها تأثير على المجتمع المدرسي ست نايفة؟ قديش أثرت المجتمع؟ زي ما حكيت لك أنه كان في أصبحت نظرة المعلمات للطالبات حتى نظرة المعلمات، إحنا نكون صادقين أحيانا إحنا كمعلمين بيكون نظرتنا سلبية للطلبة، إنه هذول طلاب يعني بالمعنى العام إنه فش منهم فايدة، بحملوش مسؤولية، هذا جيل كذا وكذا وكذا، فتغيرت نظرة المعلمات، حتى المعلمات أنفسهم يعني في يوم التطبيق الكامل قالوا المدرسة كانت منضبطة والنظام والحصص أفضل من وجودنا. حلو، يعني شوفي قديش عن جد كان في لها تأثير كبير، تأثير مميز. صحيح. طيب ست نايفة، واجهتكم صعوبات خلال عملكم بهاي المبادرة وتنفيذكم لإلها؟ وإذا كان واجهكم صعوبات أكيد قدرتوا تتغلبوا عليها، فكيف قدرتوا تتغلبوا على هاي الصعوبات؟ يعني هي الصعوبات كانت قليلة لأنه كنا إحنا المبادرة ما كانتش لا مكلفة ماديا، وأثناء الدوام يعني تعتبر من ضمن الأنشطة اللي بنعملها كانت يعني ومشاركة الطالبات بالتدريس، لكن إذا أنا بدي أطبقها يوميا أو مثلا أكثر من مرة بالأسبوع بصير حسب وفق مشكلتنا بتتمثل في المناهج، إنه المعلمة بصير عندها منهج، طبعا الطالبة لما بتحصل حصة المعلمة يعني أكيد رح ترجع من باب الأمانة إنه ما تتركن، بالنهاية بدها ترجع تعيد الحصة، فبصير عندنا يعني مشكلة في الخطة التدريسية وفي الإنهاء المناهج، لكن على المدى يعني إنه أنا ممكن مرة بالشهر على الأقل أنفذها وبشكل تدريجي يوميا، يعني إحنا يوميا عندنا فريق، يعني المبادرة صار لها من العام قبل الماضي والعام الماضي كانت النتائج، يعني ما زال عندنا يوميا في فريق مناوبات مع المعلمات في لجنة نظام، في يعني اليوم يكون عندنا أحيانا اجتماع على الفرصة نتأخر، المدرسة بتنتظم لحالها من قبل الإدارة الذاتية، بنحكي للطالبات فورا الإدارة الذاتية يشتغلوا، معلمة بتتأخر اليوم عندي مثلا معلمة غايبة البنات بغطوا، يعني أنا ما مش بحاجة لمعلمة تروح تشغل، البنت بتوقف وبتعطي حصة لزميلاتها بالصف. طب انت تحديدا، انت شخصيا ست نايفة، قديش اثرت عليك مشاركتك في مثل هاي المسابقه، وقديش اثر عليك على شخصيتك، على اسلوبك كمان مع الطالبات؟ كثير كثير. في البدايه يعني خليني اعترف اني انا كنت برضو زي كيف احنا كمعلمين ننظر للطلاب، انا كمان وبعتذر لمعلماتي
كانت نظرتي شوي انه هذول معلماتي مش متعاونات، ما بهمهم نجاح المدرسة، بس يعني كانت نظرتي يعني سلبية شوي. بعد النجاح اللي حققناه وجدت انه لا، معلماتي بيشتغلوا وبيشتغلوا باخلاص، انا غيرت نظرتي لهم، وجدت انه احنا بامكاننا ننجح والفكرة تكون بسيطة وسهلة. بالتأكيد يعني تعرفي قديش بنبسط ست نايفة لما يعني أسأل المبادرين عن قديش أثرت عليهم مشاركتهم، قديش بيحكوا كلمات حلوة عن جد، بتلاحظي أنه التأثير واضح من خلال الكلمات اللي بيحكوها، يعني قديش بتأثر عليهم هاي المبادرات. فإن شاء الله يعني ممكن تكرر التجربة في السنوات القادمة وتقدمي أيضا أفكار للمبادرات. يعني العام اشتغلنا على مبادرة لإلهام فلسطين كمان، واشتغلنا على مبادرات للقسم التربية عندنا هون في مديرية التربية في بيت لحم، بس العام الماضي إلهام فلسطين أجلوا ما تقدمنا فيها، فإن شاء الله السنة كمان نشتغل. مش يعني النهاية مش الهدف، هو طبعا النجاح جميل جدا وبعزز وبرفع معنويات، لكن يعني يكفينا يعني فخرا المشاركة طبعا، يكفينا أنه نشارك وأنه نكون فاعلين ونحدث تغيير. يعني السنة الماضية لما توجهت للمقابلة في إلهام فلسطين، أنا حكيت لهم للجنة المقابلة، حكيت لهم أنا يكفيني فخرا أني وصلت لهم، فبعتبر أنه مبادرتي كانت مميزة وناجحة بغض النظر عن النتائج.